إصلاح شركة كود سوميلي كذا الإصلاح بدأ له شيء خاض به مراسيمه وتم إنشاء شركة قابضة ومعها ذلت شراي شركة لإنتاج و و و و و و و و والنقل وشركة توسيع التوزيع والمالية الجانب المالي منها وشركة النفاذ الشامل في الأماكن الريفية المعادن. وتم فعلا تنفيذ المخطط، كان قيد تنفيذه به اللي كان لابد يوزع الذي قال أخي بالكابكس اللي هو الاستثمارات الموجودة توزع بين الشرائح، وهذا قيد تنفيذ.